descend à 5,8 millions de cas dépistés. Et à partir de cette année. Le slogan national cette année qui est « Finissons avec la tuberculose », vise à lutter contre la tuberculose. Je vous remercie. Qui entraîne voir les défauts du programme national. يعد مسارنا للقضاء على مرض السل في الجزائر ثابتا من طرف الدولة وإحدى الأولويات الرئيسية لمنظومتنا الصحية وخاصة أننا نعمل في إطار برنامج لوبام على ضرورة الاهتمام بالوقاية. تم تسجيل في الجزائر ما بين 18,000 حالة سنة 2022، 4,642 يعني 25% حالة تتعلق بالإصابة بالسل الرئوي، منها 4,485 حالة إصابة بمرض السل المعدي مع نسبة 9.8 حالة لكل 100,000 نسمة، وهي في انخفاض ثابت منذ أكثر من 10 سنوات. في الجزائر احنا على كل حال الهدف نتاعنا هو القضاء على العدوى تاع المرض، معناتها التشخيص كل المرضى اللي عندهم مرض معدي اللي هو التوبيركلوز بلمونار، السل الرئوي هو اللي يعدي. ولاحظتوا انه في المنحنى تاع هذا المرض راهو في تناقص من سنوات، عنده 20 سنه وهو في التناقص. احنا كل العمل تاعنا انه نحاولوا نقصوا من عدد المرضى المعديين اللي هو التوبيركلوز بلمونار، وهذا الهدف راهو في تحقيق مستمر.